ما تجي برا. شو بك يا خي؟ اي اي حي على راسي يا خي. على راسك. ايه يا اختي طولي بالك يا اختي طولي بالك يا اختي. طب انا شو بدك يعني اعمل؟ بروح بكسره يعني؟ بروح بكسره. كل مره بتقول لي طولي بالك طولي بالك، قد ايه بدي ضل طول بالي؟ خلص ما بقى فيي اتحمل، خلص وصلت معي للماكسيموم للاخر. يا اختي شو بشكي يعني؟ انا مش يا اختي يعني. انت ما بتشكي من شيء، انت اسم الله عليك، انت العالم بيقولوا عنك انت ورده، بس هالزلمه السهره شو بدي اعمل؟ راكد ورا السعدانه وفي فئه من النسوان بحبوا يرقدوا على المجوزين، انا هاي بعرفها وبحب. ولك ما بيشوفوا الا وحده مجوز، بيروحوا بيلحقوا بيخربوا له بيته. عندي ثلاث اولاد. عندي ثلاث اولاد، انا جايبت له مثل الاقمار، العالم كلها بتحسدني بتحسدوا علي، بيقولوا له شو هالمره اللي عندك ملكه جمال بتجنني. يا اختي روقي روقي شوي روقي، في نسوان في نسوان بحبوا يخربوا بيوت رجال. روقي اسمعيني، انا بعرف انا بعرف في في فئه من النسوان. قلبي كل الليل مش نايم، حيغط على قلبي. شو بدي اعمل؟ مش عارفه، يا بدك تحكي معه يا بدي اقبره واقبره، يا بدي اقبره اثنيناتهم. بدك تشوف شو بدك تعمل، تلاقي لي حل انت حر. يا اختي طولي بالك يا حبيبتي، روقي شوي. هيدي في فئة من النسوان بيرقدوا ورا المجوزين ليخربوا لهم بيتهم ويشلحوهم مصاري، هيدي هيك معروفة، هاي معروفة هيك، عم تسمعيني؟ في فئة من النسوان. نعم؟ ايه سمعتك سمعتك سمعتك، بس عم ببكي من حرقة قلبي، مش عارفة شو بدي أعمل. اختي روقي طولي بالك، أنا هيدا الموضوع بدي حله، لو بدي أطلع على الإعلام بدي حله، لو بدي أطلع على التلفزيون. لك عشو عم تبكي على زلمه؟ حقه صير ميه جوزك منيحك، بدي كسر لك راسه، بدي اطلع على التلفزيونات واشر لك يا لهيدا الوسخ. منيحك منيحك حي الله يخليك. انت بتعمل واحد عم بحكي معك، وطي صوتك على العالم طلع برا يا شباب. عم بحكي مع اختي وعندها مشكله خيي، حي الله يخليك. انت بترضى انت بترضى سهرك؟ عم بحكي مع اختي عم بحكي مع اختي يا خيي على راسي انت واختك خيي. روح انت بترضى انت بترضى سهرك يظهر مع وحده السعداني تخرب له بيته لسهرك؟ انت بترضى هيك يا خيي؟ شو بدك في محل هون في عالم؟ على راسي يا خيي، بس عم حل مشكله وعم روّر راسي بكبايه عصير. انت بترضى هيك خيي؟ يا روح حل مشكلتك بالبيت، الشرط مش مشكلتي، مشكلة اختي يا خيي. علم الله يخليك، هلا انا جاي روق راسي، انا جاي روق راسي، انت عندك مشكلة معي شيء؟ معلمي لا عندي مشكلة معك ولا شيء، عم بقول لك حل كل كبيتك والله معك. يا خيي على راسي، بس عم بحكي تليفون. عندي زباين، انا عندي زباين. بس عم بحكي تليفون. خيي عندي زباين، لحال ما عم تفهم عربي؟ عندي زباين، العالم عم تهرب لبرا. طيب لهيك؟ ايه. الو. ايه يا خيي. ليه عم تبكي؟ خلص! خلص! صوتك شو باخ يا عم تبكي بعدك لهلا؟ ما قلت لك ما تبكي، ما قلت لك ما شو باك يا خي؟ اي اي حي على راسي يا خي. على لحظه خليكي معي وخليكي معي، ابعثي لي الاشعه. طفي لي تليفونك. خلص على راسي يا خي، يا خي والله على راسي. انت كنت بعلم ايش كاميرا خفيه؟ نحن كاميرا خفيه. يا خي واحد عم حل مشكله مع اختي. يا خي على راسي يا خي، يا خي على راسي الاحفاد، يا خي الاحفاد، يا خي بامرك انا احفاد. يا خي نحن شوف تضحك معنا، نحن كاميرا خفيه يا خي، نحن كاميرا خفيه ونحن متفقين نحن والحاج صاحب المحل. نحن شوف تضحك معنا بس معلمه، بس بشرفك يعني الواحد شقفتني شقفته وانا ما حكيت كلمه. خلص هيا لك وين الكاميرا؟ لك وين؟ تعال شوفها وين. هيا جوا تحت، شفتها وين؟ هيا جاي جوا جوا بقلب الخزانه اللي حاطينها. وحياه الله هي وحده بنعملها باي انا وياك، بنعمل باي باي. وهون في وحده تعال شوفها، تعال 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 تعال. هاي شفتها بقلب الستاند، ما نعمل باي معلم. نحن كنا متفقين نحن والحاج اليوم، والحاج جينا ما لقيناه سكتوا، وكان الشباب مركبين الكاميرات فوق بالصاله والشاب ما معه خبر. هاي الخبريه.